الله أكبر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا ثبت أقدامنا في مواجهة أعدائك أجمعين كما يهاجروننا أجمعين، يا كريم انصر من نصر الدين. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية 51 من سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما رأيناها مقبلك، يؤمن بالجبت أي بالسحر سورسمري والطاغوت يعني ليزيدول الآلهة الكاذبة، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى، يقول الذين كفروا يدعمون في كفرهم وضلالاتهم، يقولوا ويقولون الذين كفروا ما يقولوا إلا الباطل. ما تجيش يقول لك أنت بالضبط شو حكمه فيك، يعطيك العكس. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ولو ما أهدى من القرشين أمل الكرب الكل، ولو أهدى من المسلمين. قلت لي هي المسلمين بدأوا بنبي كريم عربي أمي، لكن كان أمينا على الوحي وأمينا بينه وبين ذات نفسه الطاهرة وبينه وبين أمته، وأمين كان يحرص على هداية العالمين، لكن ما هوش ممكن لأن الله قضى أن نكون مختلفين. وكان يحزن النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا كان مات يهودي يحزن، لأنه مستشفى رسالته من تقنع لي رسالة حقيقية، فيموت يهودي يمشي يتشنقل في جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة.